100 ألف أهلا وسهلا، نورت بيروت، لبنان كله نور. شو أستاذ؟ إن شاء الله الرحلة كانت على ذوقك وشي منيح. أبو رامي، وين السيارة؟ يا حي هون هون. وين شنط أستاذ؟ هلا يوسف بيجيبها. أبو رامي دقيقتين، إذا ما إجا يوسف من الفيلم. بأمرك أستاذ. دور أبو رامي، بيلحقنا بالتاكسي. حاضر أستاذ. غدي! غدي! سمرة! كيف الشباب؟ هلا ابو سمرة. قلبي يا شباب، قلبي رح يوقف. القمر ماشي بنص النهار، وين صايرة هاي؟ عم بقلبك انت وياه ما ازعجكم. انت بتعرفي يا حلوة كم بنت بتتمنى الا نص كلمة بالنهار؟ ما بتزهقوا؟ خلص مغيرة. شو يا برو؟ بعدك متأمل خير؟ هيك شيء؟ إلا ما تزبط شي يوم. ولو يا خيي ولو؟ ولو؟ كيف بتتركني وبتفل؟ تلفلت لي عبير غاشية من البكي، قال ما ودعتها وما عم ترد عليها. يلا تروح على وضع شوي. قلت لها انا بحكيها وقت انا بدي. بدكم اعطيتها رقم الاوتيل مثلا؟ لا يا زلمه، شو ما بعرفك انا؟ مع انه عبير بنت بيت، منا اناستازيا. كلهم مثل بعضهم. ولك الله يساعدنا عليك. المهم انا لهلا بعد ما اقتنعت. ليش بدك تقعد باوتيل؟ ما زال بيك تارك لك بيت سدح مدح. أنا هيك برتاح. ليك؟ عليك برتاح؟ طب على قليل كنت رحت ارتحت شوي قبل ما تجي لهون. يوسف فيت نفهم شغلة واحدة بس. نحن مش جايين لهون سياحة. جايين جمعة، ماكسيموم جمعة. بس نخلص من البيت والشركة ونرجع على دبي. فاهم عليك حبيبي، فاهم عليك. بس كنت عم بقول يعني إنه بركي بتنسى الماضي وبننقل شغلنا لهون. إنه بيك مات. بطل لا يزعجك ولا يضايقك. الله يرحمه. الله يغمق له. فكر تفرق معي انا اذا هو عايش او ميت؟ انا كرهت هالبلد كله بعد ما تركنا مثل كلاب. ما قلنا حدا. طيب خلص خلص. ما تعصب. بس خلي يكون عندك شوية أمل يا مان. إنه البلد مخصه والله. عندي أمل مان. بس برا مش هون. أنا خذ لي موعد مع ابنه لسليم نحاس. واليوم قبل بكرة. خلاص تبعه. شو بها دخلك دنيا معصبة؟ أخرت نص ساعة، نص ساعة بس. برمت بوزة وبطلت تتحاكى. شي دخيلك هي وهالبوز؟ أصلاً لو ما منك ليش كان ماشي المحل؟ ولا ما في بخشيش، ثانية ما ببقى عندها. إيه والله. ايه يوسف شو في؟ وحياتك ما خليت خط الا ما دقيت له عليه، قال مفرس. شو موظف حتى يفرس؟ يوسف تنكش اليوم من تحت الارض، اليوم يعني اليوم!
شو عم تعمل هون؟ يلا فل. لك عم لك فل من هون. ما بتفهم؟ لك فل من هون. ما بدي اشوفك هون. شو هيك عم تدفش فيه؟ عم يزعج زبونات استاذ، ممنوع يوقف هون. ما فيك تحكي معه رواق؟ حكيته برواق بس لابسه ما بيفهم. ليه بقى ما رحنا البيت؟ بعد ما صاروا 30,000، وإذا ما صاروا 30,000 باكل قتلوا منه ما بتعرفش. ده صاروا هلا. $13,000 بعدين لي 7,000. ما بدك 17,000. وهي الليلة ولا بكرة؟ أوكي؟ يلا روح على البيت. ضروري لآخر السهرة بس على قليل بعتني كاس. صراحة ما توقعت جزر البهامس لما قالوا لي انك مشهور. جزر البهامس؟ ايه ما تشيلني. خير؟ شو في اخر الليل؟ انا بس جاي اشوف ايمتى باسرع وقت رح تقدر تشوفه لغدي. غدي؟ غدي بركات. يا خيي ما قلنا له لا، عشو بعده مصر؟ معلم تلفن وليد وقال ضروري بده يشوفك بكره لانه في مشكلة كبيرة بالمعمل. مشكلة كبيرة بالمعمل؟ نعم. مش شايف عندي الصبايا؟ يا حبيبي برام وتبخر. طيب لح قله دبر حاله. تفضل. ليك انا لما اكون مشغول ما بفضي حالي كرمال حدا، بس عمو رياض بيو لغدي كان حبيب قلبه للبابا. روح قله رح فضي حالي كرماله وشوفه نهار الخميس. بس ما ينوعد بشي. خميس؟ طب ما فينا نظبطها اليوم مثلا؟ بيمرق لعندك لهون وما بيلهيك. انا شايف انه سهرتك طويل اليوم، بس بريك شغل بكره بجدد لك نشاطك. شو قلت؟
كريم. شو عم تحاسب المجنون؟ انها السهرة بعدها بأولها. هيدا تغشيش. غادي. واو هذا احلى اسم من ده. ايه بس انا ما بحب اسم انجي. ايه ما بيأثر. فيك تعيط لي شو ما بدك. انجي حاسس ما بتحبه. جاك يعني شي خلصينا؟ رجعت لك. حياتي ما بدك تنام؟ بلا بلا حياتي بس عم دق لغادي ما عم بيرد. خلصوا له. شو مفكره احسن من زيكو بكتير؟ بكره الصبح بتخبره. تعا ما معقول ما هضم. هلا عم تحط معنا زيادة تنرجع نشوفك مرة تانية عنا. طيب شو رأيك نرجع نشوف بعضنا اليوم كمان؟ نقضي ليلة سوا عندي بالأوتيل. نعم؟ شو جنيت أنت؟ شو مفكرني ولا؟ شو في شو بكي؟ كل شي بحقه حبيبي، ما رح تكوني إلا مبسوطة. احترم حالك إذا بتريد، أنا شغلي بيخلص ورا هالبار وبس. طيب ما بيأثر، أنا بروح ورا البار. يا بلا أخلاق، فين من هون؟ شو بفكر إذا بشتغل ورا البار يعني صرت من هوليك البنات؟ فزنا شو صار لك ساعتين عم تتماحن علي إذا منك من هول البنات؟ حط السعر اللي بدك إياه حبيبي، تفيها بعجبك. استاذ لازم يفل ما هيك؟ خلص فل لحالي. حق الدبل. لحظة باقي المصاري. ايه يوسف. غادي 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 مخدوماية. غادي غادي غادي. شو في يوسف؟ شو بك؟ بعدك نايم طرزان؟ معك موعد مع زيكو نحاس الساعة 9. شو نسيت؟ يوسف الساعة 8 الصبح، موعدنا الساعة 9 عشية. شو أخذنا عندك وفر؟ لا حبيبي، عم وعيك لحتى ندبر لك وحدة تروح معك. نعم؟ وحدة شو؟ الزلمة طلع نسوان جي نمبر 1. ما تشوفوا كيف بيسغسخ قدام النسوان. يعني ما علينا إلا ندبر لك وحدة أمورة تروح معك، وأنا أكيد إنه رح يرتخي ويقبل على السريع. أنت أكيد جنيت يوسف. لا ما جنيت، بس الزلمة رافض فكرة البيع نهائياً، يعني ما عندك أمل إلا بالجنس اللطيف. You want to look your best, but that's not the most important thing. Yeah, yeah, yeah. What I need. هيك لكان. بيبو بيخلص الموقف مرة جديدة. أي والله. للمرة الألف نحن في بيبو. وأهم شيء أنا طلعت منه قرشين مرتبين. حبيبتي أنت أصلاً لو ما هالقرشين ما كنت عزتي أصلاً لبيبو. أفكر. يا الله. لازم روح على الشغل. اليوم دوري بالتنظيف. ارجع نام شوي بس الله يوفقك. طفي لي بلانش نيج قبل ما تفلي. هاي مش بلانش نيج، هاي سندريلا. اوكي. اوكي
كلهم من قبل ليال مرتي؟ هول كلهم. يا عيني. ومين دورة أول شيء؟ بونجور دومازيل. بونجور. خبرتك ليال شو مطلوب منك تحديدا؟ ايه بدكم ياني روح على عاصو عمل ماساك وبقبض 500 دولار. برافو شطورة. عشا عمل وبس. وبحب كثير الموضة وبحب البسينات بحب الطبيعة بحب الجبل بحب البحر بحب المي بحب كل شيء وما عندي مشكلة معه ولا أي شيء. بحب أسهر وأظهر وألعب وأضحك ونام وأقوم وأكل وأشرب وكل شيء وبحب كل الناس وبحبك إلك كمان. خبريني شي عنك. شي مثل شو؟ أنت اسألني. حيالله شي شو بتحبي شو ما بتحبي. كيف يعني مثل شو؟ بتحب السبور مثلا؟ اي سبور مثل شو؟ انه هلا بس 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 بدي رفقك على العشاء. ما في شيء تاني؟ نعم اكيد 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 ما في شيء تاني بعدين اكيد. طيب اذا هيك رح اخذ منك 1000 دولار بس لانه حبيتك. 1000؟ ما قالوا لك انه عم ندفع بس 500؟ هلا هن قالوا لي بس انه ما انا غير الكل ما بيطلع لي بخشيش. بخشيش؟ بخشيش؟ يا مسيو وينك وثبت لك اياها 250؟ بس بعد فتحنا. هاي هاي كيف يا سعادة؟ في احكي مع الباردندر اللي كانت هون امبارح. انجي هلا منا هون بس اذا بترجع عشية بتلاقيها ورا البار. ما في انطر العشية لازم احكي معها هلا. طيب بقدر تلفن لو بشوف اذا فيها تجي هلا. ما في وقت. وين بيتها؟ انا بروح لعندها. رشا شو بده المسيو؟ ولا شيء. عم بسأل عن أنجي مدام بتعرفي وين بيتها؟ بيتها حبيبي إذا بدك أنجي تعا بالسهرة وشرب كيس وبتحكي أنت وياها قد ما بدكم. استاذ استاذ لحظة بس. حاضر فيلم ساندريلا؟ هيدا انت؟ هيدا انت؟ شو عم تعمل هون؟ تفضل فل هلا قبل ما لمت الشباب الحي عليك. جاي احكي معك مش جاي اغتصبك. ما في شي تحكي معي بعد ما بلش دوامي. يلا الله معك. خليني بس دقيقتين من وقتك ما رح تندمي وعد. كانت مرة وبس. بس لا حلوة. اف اف. عم شاب طالع لك سيارة حلوة عنا بالحي. كان في شاب مرتب عم بسوقها طلع على بناية أنجي. زبون يعني؟ ظبط حكيك دوري. شو بك يا زلمة عم نمزح؟ ما عم بمزح أنا. بس أنا عم بمزح. بعدين ما بدي هالقد إيه؟ كثير عصبي أنت. أيوة أنا شو بدي أروح أعمل معك؟ ماشي. مثل ما بتعملي كل يوم ورا البار. نعي انه يبيعنا حصة بيو مثل ما نعطيني انه اعطيكي بخشيش. بس انا ما فيي اروح عند الشغل. انا عايزة مصاري. طب شو رح اخدك ببلاش؟ قلت لك رح ادفع لك. قديش بدك تدفع لي يا شاطر؟ قديش بدك؟ بعتذر ما فيك تدفع قد ما انا بدي. جربيني. 2000 1000 1750 1250 1005 بلت. كوني جاهز على الساعة 8. هادي لو بقيت مصر
كنت رح أقبل معك بألف. لو بيتو مصيرك تقبلت معك بألفين. إنه بين كل البنات اللي جبت لك ياهم ما ركبت براسك إلا تبع البار؟ شو أنت أصريت إنه ياخذ وحدة معي؟ أي وحياتك هذه أنسب وحدة. أنا والله حكيته بس ما بعرف شو عاد صار معه هون. شبوها؟ هيدا مش نفسه اللي كان الصبح؟ بلا يا ولد. حسيتك ما عرفتني. يلا طلعت تأخرنا. أهلا 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 أهلا. نعتذر على التأخير غادي. على فكرة أنت كتير بتشبه بيك. بالشكل بس. صديقة الدموزيل أنجي الأستاذ زكريا. زيكو. محسوبك زيكو نحاس. أوكي. على تفضلي. بالإذن. على فكرة أنا كنت كتير متردد أقطع عطلتي كرمال إجي على الموعد، بس شكلي رح كون محظوظ بقراري. أنا اللي محظوظة تأتعرف على جنتلمان مثلك. أسطورة أسطورة مثلي. دموزيل أنجي أنا كنت لازم كون بقلب هيدي اللوحة مع العظماء، بس لو مش أنا اللي رسمها. إنه أسطورة كنت لازم فهمتيها؟ إنه أسطورة كنت لازم يكون فيها مع العظماء بس ما أنا سأل. مات؟ دخلك يوسف؟ ما زال غادي بده يبيع البيت لنحنا ما مشتري منه. بكي شي العيال؟ شو بدي كي يجن علي؟ شو بيك دخلك بدلك خايف منه؟ خايف منه؟ إذا برعيل وشعوره بكون خايف منه؟ بشرفك ليال اسكتي، مش ناقصني. ليك؟ شو بيك دخلك كل ما أفتح تمي بتقوم القيامة علي؟ شو صاير لك؟ بالي مشغول. مش عجبتني هالبنت اللي تعمل. قدي صار مارق على راسي، بس بعد بجمالك وذكائك وهضامتك ما حصل. أنا بذوقك وهضامتك كمان بعد ما شفت. غادي يمكن صار لازم تنتبه لأنه صار في خطر أخذها منك، بس ساعتها فيك تتأكد أنه رح نتفق على البيعة. خلينا نتفق على البيعة بالأول ما نخلط الأشياء ببعضها. صطفين فكرتك مستعجل. مين مستعجل؟ غادي؟ لا غادي بحب ياخد وقت. ياخد وقته؟ ياخد وقته، بس أنا هيدا عرضي وهلأ الطابة صارت بحضني. بملعبك دموزيل أنجي. لكن رح خليها بملعبي وأكيد منرجع نتلاقى عن جديد بالإذن. غادي يعني ما بعرف كيف انت مسمى حالك بزنس مان. نعم نعم. اللي خليته يعرف انك مستعجل يا اهبل. واهبل كمان. لك طبعا اهبل، لما الطلب يكون مستعجل السعر بيغلى يا شاطر، منك عارف؟ بلا بعرف، بس انا مسافر بعد جمعه، شو منك عارفه؟ عارفه بس بزيكو نحاس ما ضروري يكون كان عارف. برافو، من وين تعلمتيهم كلهم هاو؟ من الباب ما هيك؟
لحظة شوي بس نعرف شو بدنا نعمل. أنا عملت اللي عليها، هلا أنت دبر راسك. شو دبر راسي؟ ما أنت قلتي له رح نرجع نلتقى من جديد. تعطيك وقت. ديعان منيح، شو كان بدك يعني أفجر فيه مثل ما فجرت فيك امبارح؟ لا، بس على ليلك أنت وصلي لربع كيس. يلا باي، جود لك. ما بتغيري رأيك؟ سارين لقيتي حل؟ سوري غدي، بس اتفقنا انه عشاء بس، ما اتفقنا اعملك مستشارة. طيب كثير منيح، نتفق من جديد. بتدفع من جديد؟ أكيد. إيش أنت عندك شي ببلاش؟ بس ما فينا نضلنا واقفين هون. طيب، نروح نقعد شي محل. بس مش مطاعم وببات، تنقدر نحكي على رواق. أوكي. عروان وعروان مش يعني أوتيل. أوكي مش أوتيل. شو محضيك بهالمحل؟ عارفه من أنا وصغير، شفت هذا البيت اللي هونيك؟ هذا كان بيته. إيه؟ هلا أنت كنت عايش هونيك؟ أيوة الحين مستغربة. مش فكرتيني خلقت في مرقة الذهب بتمي؟ كبرت بلا بي، بس أنا وأمي. هيداك تركنا وقت كان عمري سنتين وراح أفريقيا وما عاد رجع. ايه حرام. طب بركي صاير معه شيء؟ ايه هلا هو مات. بس مش هونيك، مات هون بلبنان. الله يرحمه. بس عأساس ما عاد رجع. ما عاد رجع الا لما توفت امي. أمك توفت كمان؟ توفت بسببه، من وراء الزعل والقهر. توفت قدامي هي وعم تبكي. بيك شو عملت لما رجعت شفته؟ ما رجعت شفته، ما قبلت أخذ منه ولا ليرة. اشتغلت ومعزته، بعدين قرفت، بعت البيت وسافرت على دبي. المهم شو بدنا نعمل بخصوص زيكو؟ شو بعرفني؟ بدك تزركه بشي طريقة تبيعك قبل ما يوصل الموس لرقبتي. الموس؟ شو هي الطريقة؟ ما بعرف، إلا ما يكون عنده نقطة ضعف غير النسوان. بركي ما عنده. أيوة أنا شو خصني؟ ساعتها روح لإلك شي وحدة تقبل معك حبيبي. خلص خلص ما تعصبي. إذا رجعت اجتمعت معه وطالب إنه يشوفك، تقبلي؟ شوف. ألو فريد وينك؟ اسمع، امبارح اجتمعت مع غدي بركات. خي شو خص ملحم بركات؟ غدي بركات ابنه العم رياض. لك مش مهم شو بده، اسمعني، المهم كان معه مرة اسمها أنجي. يقبرني الله، تطوش الراس، بتقبع البلاط، شي مش بالخيال. اسمع، رح أبعتلك عنوان المطعم اللي كنا فيه، تصرف. ولك العم بقلبه يا زلمة، هو كمان ما بيشبع. ايه سحر، الاستاذ زيكو نحاس على الخط. حاولي سكور الديب. ايه استاذ نحاس، كيفك؟ هلا كنا بسيرتك، جد معك شيء؟ ايه اكيد اكيد، من كل بد. من كل بد. لوين؟ رح اشوف شو بدي اعمل، مش ناوي ابقى شهر هون.
يس؟ نو نو قصدي نو انجي منا هون وينا؟ اليوم دورة بالتنظيف. فيها نعرف شو عم تعمل عنا بالحي يا أستاذ؟ في عارف شو خصك؟ يا حرام يا رشا، امبارحة هلكت بين الطاولات والبار داخت المعترة. ايه تونت منى؟ بهالشي الماما؟ يا ربي قشطتي لي قلبي. الحمد لله انا منيحة. يلا يلا اكيد في يلا مشوار الطريق. ان شاء الله بدك تفرسي كمان اليوم. الزلمه يلي بيجيب لها الدواء للماما جاي بكره وبدي اطلع اعطيها المصاري. ايه وليه ما اعطيتيها اياهم امبارح يا فلتي؟ ولا بدك تفركيها كمان اليوم؟ شو هيدا ولو؟ خلصنا بقى. ايه رشروش فيكي؟ كل يوم مشروع. اليوم؟ ايه اكيد فيني اجي. لحق يوصل بسرعه؟ مين؟ عندي موعد مع زيكو نحاس ومشترط علي يجيبك معي. قل له لهالهبيله اجلها، ماني فاضيه له اليوم. ادفع لك قد امبارح وبوعدك بتخلص الخبريه. طيب روح خدني على التسعه، يلا باي. اوكي بس موعدنا على الغدا، يعني هلا. ايه بس انا ماني فاضيه له هلا، انا عندي شيء مهم اعمله ومضطره امشي هلا. في عارف شو هالمشوار المهم اللي عم تضحي ب 2000 دولار كرماله؟ ما خصك. روقي شوي، شو ما بتحترمي حدا؟ لا ما بحترم حدا. عم اقول لك عندي مشوار ضروري، طالع ضايع بالباص وبدي شي 3 ساعات لاوصل، بدي ارجع قبل ما تعتم. اوكي فازا، كثير منيح، محلوله. تجي معي على الموعد، انا بطلعك، توصلي اسرع وانا بردك. شو قلتي؟ ما فينا نطول، اوكي؟ خلص خلص، اوكي وعد. لو عارفة في بيسين بالدق كنت جبت معي المايو. وهاي انت شو انت؟ قصدك انا؟ أكيد قصدي أنت، لكن قصدي غادي. أنت لو بتتبخر بتتركنا نتفاهم لحالنا ما بيكون أحسن؟ خليني أساعدك. كنت عم راجع سبات الشركة. لا يا ما عم تعمل أرباح مثل قبل. بعرف بس انا اخر هم الربح. انا البزنس بالنسبه لي معارف وعلاقات. اكيد بس في شغله بدي افهمها، انت ليه هالقد مهتم بحصتي اذا انا عندي الثلث وانت عندك الثلثين؟ عندي مشروع ما بتنفذ الا اذا انا كنت المالك الوحيد. وانا ما راح زعلك ولا اوقف بوجهك، بس بدي اشوف قبل اذا دموازيل انجي فكرت بعرضي. أكيد فكرت وأنا موافقة. موافقة؟ إيه موافقة، بس بشرط تستلم الكادو من بعد ما تمضي العقد. حلو، وبركي غيرتي رأيك أو تبخرتي. معك حق، بس بعتقد صعب الواحد يهرب من شخص من نقامك، ما هيك؟ يقبرني الله، جمال وذكاء. غدي اعتبرني بعد، يلا تبخر. في عارف شو هاد اللي عم تيجي جوا؟ مثل ما انت طلبت، وصلت لرابع كاس.
انت هذا واحد وسخ، بتعرف شو بيعمل اذا عارف انك انت عم تكذب عليه؟ ما راح يعرف الا لما يبيع، وقتها بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. يا مش عم بحكي عن الشركة، عم بحكي عن حضرتك. خايفين علي؟ انجي ما عم بمزح، هذا ما راح يحل عنك. كان عندك حل تاني مثلا؟ قلت لك فكر بشي طريقة، ما لقيتك الا راجع لعندي، شو كان بدك يعني؟ ضلني رايحة جاي معك لعنده؟ يا خيي هو يحط الرقم اللي بده اياه ونحن بنقول له اشترينا. طيب، متكل عليك. ابن حلال، بعدني عم بحكي مع ابن عمه لزيكو، ووعدني يقنعوا بالبيعة. شو؟ شو في بيت الدين؟ وين شاربة؟ عم بتفرج. لأنه فرجة لبناني. عم تتمسخر؟ أكيد. هذا أبشع بلد بالعالم. غلطان كتير. هذا أحلى بلد. بس نحن اللي نزعينه. غادي وقفلي. وقفلي وقفلي. يا هلا يا هلا. كنا على الخبر. يا أخي هلا. هلا سهلا. هلا هبطي لقلبك المال التوت؟ بحبهم كتير، هول أطيب بوتات. شغل الضيعة. ما بيكي أمينة من بيروت. شوفي بسطة قضامي بدك تنزل عليها يعني؟ وين رايحة هاي؟ عايزة ألسانك قدام ماما إنه بشتغل بباب. بابا بيزعل. حبيبي بتعرف عليك. مين؟ يلا خلينا عيط له. ماما هيدا غادي زميلي بالشركة. كيفك طنط؟ شو؟ منيحة، أنت كيفك طنط؟ أنا كمان منيح. تفضل. ما تواخذنا يا ابني، البيت مش قد المقام، بس هيدا اللي بقالنا بعد كل المصايب. اي مصايب؟ عرفت لي عنا شيء للبنت؟ ايه معلم، اسمها انجي و... اوه، ما انا قلت لك اسمها انجي، شو عم تستهبل؟
بعرف معلم بعرف، بس أنا بحب أقول لك يوم من الأول تما أنسى شيء. فوت بالموضوع. اسمها أنجي، بتشتغل بارتندر ببوب الجميزي. ببوب الجميزي؟ نعم. بوب الجميزي؟ نعم. ببوب الجميزي. وين ساكنة؟ بشقة صغيرة، هي وحدة اسمها رشا قريبة من البوب. قريبة من البوب؟ نعم. من البوب؟ نعم. حجز الليلة عندها بالبوب؟ نعم. عالبار؟ نعم. ومرو أخذني الساعة 9 يا عب أري. بخر. حاضر معلم. هالأراضي كلها اللي حوالينا كانت ملكنا، والأراضي اللي تحت بالجل كمان، بس لما انضرب الموسم انكسرنا وما لقينا حدا يمد إيده لقلنا. ماما غادي عنده كتير مشاكل، مناقص وجعة راس. لا لا لا، بالعكس بالعكس، كفى اعملي معروف. صار المرحوم يتدين ويتدين ويتدين لحد ما صار الدين فوق وتحته، وراح بسكتة قلبية المعتر، ومن بعده راح كل الرزق وكل الأراضي. أصلاً ما في شيء له قيمة بليه، بس الجماعة اللي كانوا يدينوه أوادم تركوا لنا هالبيت. أوادم أمي؟ تركوا لنا إياه لأنه ما لهم استفادة منه أصلاً. لو ما من وراهم ما كان صار اللي صار. من وراهم؟ قلتوا لي أنه انضرب الموسم. إيه انضرب، بس هنا ضحكوا عبي، صار يقنعوه يستثمر بأشياء ما بيفهم فيها تيعود خسارته، ترى عم بيخسر أكتر. نصيبنا يا بنتي، ما تتجبري. وين هالجماعة؟ ما منعرف وينهم، ما منشوفهم بالضيعة، ضمنين الأراضي لناس وهن ما بيطلوا أبدا. شو بدهم يطلوا يا عم لأمي؟ ما بيهمهم إلا يوصلوا المصاري بآخر كل شهر. طلعت حنان، أنا كثير حبيتك، إن شاء الله أرجع أشوفك شي نهار. أنا دايماً هون بهالبيت، إمتى ما بتحبي أهلا وسهلا. رح أترك برا. ماما؟ نعم. هوني خليهم معك، عطيهم للمعلم منير بكرة، أوكي؟ هوني خليهم معك، بركي جات شي ما قدرت اطلع شهر الجاي. اوكي. الله يرزقك يا بنتي، بس منين معك تدفعي شهر سلف؟ طلع لي بونس بالشغل ماما. الحمد لله، الله ما بيترك حدا. حبيبة قلبي، كتر خير الله. اللي قدرنا علمناك، تلاقيتي هيك وظيفة محترمة ومرتبة تقبليني. ايه. يلا ماما، أنا لازم أمشي. عيب، زلمة ناطرني. الله معك تقبليني. الله يوفقكم يا أمي. بتعرفي إنه اللي بقين لبعض ذكرني بالمرحوم بيك. لك شو جايب لجيب أمي؟ بعدين ما في شي بيناتنا. يلا باي. الله معك، ديري بالك على حالك يا أمي. أنت كمان. بدي تعمل فيني مثل امبارح؟ إذا عم قلت لك شيء على الأكيد. وحد الله كان لازم أوصل، بس صار في أكسيدون بالطريق. أنجي الحقيقة على المكتب. مدام دنيا، خصمي لي اللي تأخرتم، ما رح شارك. عادي أنجي، عادي. وضعك مع هالشاب مش عجبني، فهميني شو القصة؟ قصدك غادي؟ لا لا ولا شيء، زبون مثله مثل غيره. مثله مثل غيره. وليه دفع لك امبارح مصاري؟ مثل العادة، بخشيش.
بس امبارح حضرتك ما كنتي هون. ليكي حبيبتي، صحيح أنا بشغلتك هون لأنك حلوة، بس ما بقبل أبداً يصير محلي كباريه، فهمتي؟ مدام دنيا، أنت هيك عم تفتري علي وتهينيني، كوني أكيدة أنه حضرتك فهماني على ذوقك. عال، لكن فهميني وين كنت امبارح؟ مين بيكون زيكو نحاس؟ جد صار إنه كذبت عليك، بتعرفي ما رح تقبل. هلأ اللي صار صار، المهم ما بقى تنعاد. أنجي، في زبون عم يسأل عنك على البار. غادين؟ لا مش شايفته قبل، بس اسمه ريكو زيكو شي هيك. باين عنا مشان تتأكدي إنه مع زيكو صعب تغيري رأيك. سلوت. أنا أصلاً من الأول ما عندي شك. عشوائي كنت رح ترجع على دبي بدون ما تجي تزورنا. ولو أكيد ما رح فل بلا ما أدوق هالأكلات الطيبين. صحتين. أهم شيء إنه صار مثل ما بدك والزلمة قبل يبيع. إيه قبل وكل فاضل بعود لأنجي. ما معقول هالبنت ما في ولا أقوى وأجرأ منها. وهيئتها ذكية كتير. ما علينا حلوة كمان؟ كتير. يعني لو ما بعرفك مأكس على الحب كنت بقول إنك مغروم فيها. شو هالمزح ليال؟ مش شايفتين عم تبقط؟ أنا فيت شيل الجاتو من الفرن. شو بك مخاطر هالمخلوقة؟ معلي لازم تشكرني حبيبي، لأنه لو ضلت تحكي كان رح تعملك مغروم فيها. أقولك مغروم فيها؟ لا بدي اعرف اي متى بدي استلم ال كادو. تستلم ال كادو من بعد ما تمضي العقد؟ اي ساعة بتخلصي من هون؟ انا ما بخلص، انا بنام هون. رايح دغري على الاوتيل او رايح لعندها؟ يوسف شو قصتك؟ رح فكرك مغروم فيي عشوائي. والله منى عمري انك تنسى اللي عشته مع ما بتتسمع وترجع تنغرم. بس ما بدي اياك تنغرم بالشخص الغلط. يا غدي هيدي البنت منا لإلك. مزبوط، بس مش عم بقدر اقيمها من راسي، عم ضلني افكر فيها كل الوقت. هيدا لانك تاثرت بامها لا اكثر ولا اقل. حتى قبل ما اتعرف على امها يوسف بعتقد انا مغروم. شو بعمل؟ نام معها. شو؟ ايه هيدا الحل. انت منك مغروم فيها بس مش قادر تشيلها من راسك لانه ما راحت معك على الاوتيل. قولك هيك؟ اكيد هيها 100%. منك معود ولا بنت تقول لك لا، وهي قالت لك لا، يعني تشيلها من راسك ضروري تنام معها. يوسف انت اقوى عبقري بالعالم. بس كيف؟
علينا لأن ما أجا امبارح؟ لا أكيد لا، خلص اتفاقنا. لشو بده يجي؟ بس عم فكر بالورقة، كيف عرف هذا من بيتي؟ أنا بقول تحكي غادي. ما بينفع، لازم نلاقي شي طريقة تخليه حل عني. طب وبركي ضلوا مصر وما حل عنك؟ رشا، أقولك أنا غلطت لما اشتغلت مع غادي. مين؟ Yes or no? Yes. غادي؟ هاي، كيفك؟ منيحة. شو عم تعمل هون؟ جيت أشرب قهوة، ممنوع؟ إيه ممنوع، نحن مش أصحاب تجي لعندي ساعة اللي بدك. شو في صاير لك؟ أنجي معصبة وخايفة من زيكو نحاس، امبارح أجا على الباب. كيف عرف وين بتشتغلي؟ وعرف وين البيت كمان. رشا، أنجي خلص سوري، لازم يعرف وأنا لازم فل. أنجي خبريني شو صاير. عملتوا اللي قلتلكن عنه؟ حرفياً معلم، عيسى وبوب عم يراقبوها على مدار الساعة. فريد، إذا راحت من الأوضة للمطبخ زيكو لازم يعرف. يلا بخر من وجهي. كل حق علي. نص الحق عليك والنص التاني علي أنا. خلص، أنا بعرف شو الحل. شو الحل؟ منفل أنا وياك، منروح على شي أوتيل بعيد. نعم، أنا كم مرة قلت لك ما تلفظ كلمة أوتيل قدامي؟ بلا ولدنا أنجي، ما في شي من يلي براسك، أصلا كل واحد منا رح يكون قاعد بأوضة. يلا قوم ضب غراضك، ما رح أتركك هون لحالك. يلا. إيه وبعدين؟ منك مسافر بعد يومين، ضلني بالأوتيل يا زكي؟ لا أكيد لا، بس بيكون يوسف لأحل. مين يوسف؟ صديقي، مدير أعمالي، إيد اليمين. يلا حشطة يا ولد. تعنايت، حجز المطرح واتفقنا. اتفضل، 202. مرحبا. اهلا اهلا اهلا، بسم الله. في عنا حجز باسم غادي بركات. غادي بركات. في السويت 307. 307. تفضل. شو هيدا؟ كارت واحد؟ أوضة واحدة؟ كل واحد منا رح ينام بأوضة. لا، أنا بدي أنام لحالي. عفوا، في مشكلة أستاذ؟ أبدا، بس فينا نلاقي أوضة تاني بليز؟ بعتذر أستاذ، ما في ولا أوضة فاضية، بس عفوا حضرتكم مش مجوزين؟ خطاب. خلص غادي رجعنا على البيت. لحظة لحظة، الأوضة بالسويت فيها قفل، بتقفليه وبتنامي مرتاحة. أنا أكيد إنه ما بينفتح إلا بالخلع. لا أكيد ما رح توصل لهون. شكرا. أهلا. 101 في حال وصلت. قلت لي كانوا احلى من الاوضه. انا اصلا مش راح عاوز اكتر من اوضه. انا رح نام هون والسويت كله لإلك. انا بدك تنامي هلا يعني؟ من ميت من الجوع. فوتي غيري تابك، خلينا نروح نتغدى. ايه ايه حبيبي،
العقد صار جاهز وما ناقصه غير ينمضى. المهم طمني، قبلت تقعد معك بالسويت؟ قبلت بعد ما قررت تقفل اوضتها. ايه بسيطة إذا هيك. مين لقى لها حلة هيدي؟ هلا أنت عم تعلمنا عن النسوان؟ شو بحب البحر؟ الواحد بينسى الدنيا بهيك مطرح. إن شاء الله تنسى الدنيا. هادي احس في شي براسك. بصراحة ما في شي براسي، بس في شي بقلبي. أنجي بتحسيني واحد أهبل إذا قلت لي كنت بفكر فيكي كل الوقت؟ لا، ده ما بيصير هيك مع زبوناتي. أكيد بنعجبوا فيكي، بس في حدا حبك عن جد؟ غادي، بلا ما يصير سوء تفاهم بيناتنا. نحن أصحاب وبس، وأقل من أصحاب كمان. نحن بيناتنا الشغل وبس. أنت هيك شايفة؟ إيه؟ أكبر مني. نحظت؟ ميرسي على هالنهار الحلو. كتير تسليت. هذا أقل شي فيه أعمله بعد كل شي تعرضتي له كرمالي.
شو رأيك نحضر دي في دي أنا وياك؟ ما بحب الأفلام. أوكي. بونوي. بونوي. تعال ندرد شوي على البلكون جيني نوم. بس انا كثير نعسانة. اوكي اكيد. فاذا بونوي. بونوي. في بوسيك؟ غادي بس بوسي واحدة. غادي يا اختي هذا ما بدك حقه، بس تخيلي خليني بوسك. كثير غالية ما فيك تدفع حقه. في $10,000. غادي اوكي 20. غادي طيب 50,000 دولار. بدك تدفع 50,000 دولار بس تبوسني؟ ليه؟ أنا بحبك. غادي بدي نام. $50,000.
بلاش. ليه؟ لأني بحبك. مجنون يا خيي، ما بعرف، بس بعدين صار عندي خبرك فيها اني عارف. انا عم بقول لك لا، ماني غلطان، انا عم بقول لك اني بحبها. وانا استاذي حبيتها كمان. شو عملت فيك؟ علقتك ونهبتك وبالاخر عملتك دجاجه منتوفه وهربت على اوكرانيا. يا خيي ايه، بس انجي غير. لا غير ولا شيء، بتشتغل ببار، شو بدها تكون يعني؟ ولا طالع عبالك تدرس 5 أشهر تانيين. طيب بس نرجع دبي اكيد بنسيها. بكره راجعين على دبي، مش رح خليك تعلق فيها اكثر من هيك. لا رح اعلق فيها ولا بغيرها. اجز لي اول طياره بكره. الو مسافر بكره؟ الو شو؟ مجبور ارجع. بس ما تعطيني همسكه، رح اجيب لك شقه مرتبه، احط لك شويه مصاري بالبنك تكنت لقيت شغل جديد. فكرك هذا اللي بدي اياه؟ لا بس مش قادر اعمل لك شيء ثاني بالوقت الحاضر. انجي لك حق تزعلي بس مش هالقد. انجي بليز فهميني، ما بقدر. فكرك في غير كلمة شريعي هيك فجأة؟ انا غيرتهم، ليش انت لا؟ بونجور. معك شراء تاكسي بالمنطقة؟ تاكسي؟ للأستاذ بركات وينو؟ تفضلي تفضلي ارتاحي، هلا بطلب تاكسي على السريع. لا بفضل انطر برا مالي. بتحبي وصلك شي محل يا بيب؟ مرسي. بتعرفي شو في بقلب هيدا الظرف؟ في عقد البيع تبع الشريك تبعي. طلعي نمضي سوا يا بيب. تمضي ولا 60 عمرك ما تمضي، صوبي ما بتقرب، فهم؟ في شي ستنا؟ لا ولا شي، شوية برغش على الماشي وبس. مأخر التاكسي؟ تربته يجي على السريع. ها هي وصل. ايه يوسف، مصيبة يا غدي، مصيبة. النحاس غير رأيه، بطل بده يبيع. إلى عمره ما يبيع. شو في حياتي؟ سكر الخط بوجهي، قال عمره ما يبيع. شفت؟ شفت إنه شكته لعبة محله؟ These days I always have the same thoughts turning around and around in my head. I guess I'm still thinking all the time about you. I can't stop this flow from invading all the space that there is. In my head, I gave
افتكرنيكم رح تطولوا عنا. لحظة. تفضل سيس. مع السلامة. يه سيس نسيت هيدا هون. ما نسيت. Obsessed about you, and that may be somehow there is a way I could stop thinking that I wanna know if I could be anything that would help you stand taller and I wanna know. قلت لي قصص الحب بأفلامك أنت بس؟ شفناك مرتين هالسفرة. كتير زعلت انه زيكو نحاس غير رأيه. طلعت سفرتك على الفاضي. ايه بس انا ما زعلت. ما بدي اشتري بقى اصلا. اف. بس هيدا ما كان رأيك من كم يوم. كل شي معرض للتغيير. من ورا انجي؟ شو بك الايار؟ شو بك انت يوسف؟ منك شايفه كيف سارح على غير كوكب؟ اذا بحبها للبنت خليه يروح لعندك، خلصنا بقى. ليال بلا ليال بلا بطيخ. غادي ما بقى تكذب على حالك، الحب مش ضعف. انت بتحبها للبنت ومش رح تنساها حتى لو سافرت. خلصنا بقى وروح لعندها والا رح تندم كل حياتك. ليال اخرسي. يوسف انت اخرس. وغادي قوم روح لعندها بقى. اذا اللي حبيتها من قبل بنت شارع مش يعني كل صبيعك مثل بعض. الحب ما بيجي كل يوم. ما بيجي كل يوم. غادي انت بتحبها عن جد يا خيي؟ عن جد بحبها. يعني اذا رجعنا على دبي مش رح تنسيها؟ بس رحت على الصين ورح انسيها. لك شو بعدك عم تعمل هون يا مسطول؟ قوم روح لعندها خلصني. أحسن ما يندب بوجهي على مدار الساعة هونيك. ما رح نعرف نخلص منه هيدا؟ يا صديقي طالما أنجي عم تعطيه وجه ما رح تخلص منه. نقتله؟ بأمرك نحن، قل لي خيي شو بدك بنعمل؟ رؤية وحش، ها خلصت. شو عم تعملوا بخوته؟ ممنوع تنحنا عندي، مش رح تفهم؟ عمين مش هذا الحيوان؟ يا واطي روح! مش عارف تقدر بحالك فيه؟ ليك! معك بدي سلة من هون! مش عارف لما بحكي مع انجي! بس انا ما بدي احكي معك! فين من وجه هلا؟ شو انت اطراش عم تسمع؟ يلا خيبي يلا! إذا بعد شوفك بالحي خلي أكبر راسي خلصك مني! معلم شوفي شوفي من شوي كان غادي عندها وشكله مختلفين. عندك تفاصيل؟ لا معلم بس ما طول عندها وشايفوه فيل المعصب. حجز لي عندها على البار تاخذني بعد ساعه. رح احجز لك. بس معلم هي ما نسيت على الشغل. وعشو بدك تحجز لي على البار يا
فتح يلا تبخر. حاضر معلم. حاضر. جاي اعمل مشاكل ومش جاي احكي مع حدا، جاي اخذ كاس على هواك. شو بتحب تشرب؟ رشا لازم تساعديني. عم ساعدك، شو بتحب تشرب؟ بدي اتصالح مع انجي، انا ندمان وبديها تسامحني. كان لازم تفكر بهيدا الشيء من اول وما تخليها تفوت. هلا خلص مستحيل انجي تسامحك. لا لا مش خلص رشا، مش خلص ابدا. لازم تسامحني. أنا بحبها ما في عيش بلاها. طب اثبت لها. جرب ما عم تسمعني. عمول شي، عمول حيلا شي، خليها تسمع لك، اقنعها. واعي بكير ولابس وظاهر كمان. اللي شو بدك يوسف مستعجل؟ جايب لك اخبار بتطير العقل. بتتذكر ابن عمو لزيكو نحاس يلي قلت لك رح يساعدنا؟ حكينا من شوي رح يقنع زيكو يبيعه لإله وبعدين انت بتشتري منه. انت ليه بعدك ما عم تفهم؟ قلت لك ما بدي اشتري بقى. ايه فكرك عم تمزح؟ لا ما عم بمزح. إذا بعد شركة بيي ما رح أقدر رد الوقت لورا، لازم أنسى وأرجع بلش من جديد. علي لكرمال أمي وكرمال بيك كمان. الزلمة مات حاجة تعذبه بقبره. مشي معي. لوين؟ هيك بدك تضلي؟ كيف؟ انجي ليه ما بتعطيه فرصة تانية وبتسمعي؟ مش يمكن عنده مبرر لكل اللي صار؟ ولا مبرر بيقنعني. غادي ضحك علي، أخذ اللي بده إياه. أنا الهبلة اللي صدقته وثقت فيه. بس أنا حسيته انظلم. أكيد غادي بحبك وكان في شيء أقوى منه. إذا في شيء أقوى من الحب يعني هيدا منه حب. غادي متأكد إنه اللي عم تعمله رح بيخليها تسامحك؟ لا بس رح يخليها تسمعني. رشوش اسمعي مني، خليكي بالبيت أنا بنزل. خلص قلتلك لا. بعدين خلينا نتأكد إنه زيكو وريكو حل عنك. عادي بالبيت وما تفتح الباب لحدا قبل ما تسألي مين. عن جد ولا مره حبيتي بحياتي؟ عن جد ما حدا مستاهل. كل العالم المغرومين ببعض ما حدا بيستاهل. يمكن الحب الحقيقي موجود بس مش كل الناس بتلاقيه. رشا مثلا بتامن انه في فارس احلام وعايشه على امل انه تلاقيه. حسيت اول مره التقيت فيها سالتني اذا حاضر سندريلا. انا بقول قلت لها انك حاضره. شو عرفك؟ لأنها عطتك العنوان. يا ريتك قلت لها منك حاضرة. مرسي طنطان، بعتذر إذا ضايقتك. عشو عم تعتذر يا ابني؟ بس صعب يزبط اللي ببالك. أنت بس دعيله كل شي بيزبط. الله يوفقك يا ابني.
الله يحقق لك كل اللي بتتمنيه. غادي دير بالك على انجي وبوصلي اياها. تكرم عينك. بتتجوزيني؟ ها؟ بك شي؟ كيف بتتجوزك يعني؟ ليش في بيناتنا اصلا تطلب مني هيك طلب؟ يمكن بالنسبة لإلك ما في شيء، بس أنا بحبك من زمان. أنجي أنا قدران أحميك، ما خلي حدا يقرب منك. هاني أنا كتير ما قادرة أخوفك علي، بس طمن بالك غادي مش هالقد بخوف تتحميني منه. غادي شو؟ مبين البلد كله طالع له دور إلا أبو زيك. أنت شو عم تعمل هون يا واطي؟ واطي؟ جاي شوف اتفاقنا وين صار ولا نسيتي؟ اطلع لبرا، اطلع لبرا احسن ما تلفل للدرك. انجي مين هيدا؟ فالل. بس اوعي تكوني مفكرة اني خلصت مني يا سوبر وومن. رح تندمي كتير على اللي حكيتيه. باي. شو عم بيصير معك انجي؟ أكيد أنت غادي. طب الأصل عن بيي ما هيك؟ هيك، تفضلي. شو في أخدمكم؟ خدمة العمر. في أراضي كانوا لأشخاص بهمنا أمرهم، حب بس أعرف عنوان الملاك الجداد. منجرب. معك وراعي كارية أو أي مستندات لهالأراضي؟ كل شي معقول تعوزه. شو؟ مبين صرت مبسوط بتشبه بيك. إنه أنا ما عم تفوت براسي، كيف علقتي حالك بهيك ضرب؟ انت ما لازم تضلي هون، لازم تفلي من هيدا البيت. ما بينفع، حاطتلي جواسيس. عم قلك زلمه مافيا. انا مافيا كمان. حضري حالك، اليوم الساعه 8 جاي اخذك. عم قلك وين ما رحت رح يرجع يلاقيني. هيدا اذا عرف انك رحتي. باي. انت بتخسرني اعمل بدك اياه، بس اذا انا خسرك بدي احلق لك. حلو الامين يا زلمه. يلا ابو جورج. حدا لحقنا؟ أكيد لا، شو بدهم فينا ليلحقونا؟ الشباب بين بعض. مش عم صدق إنه مرقت عليهم. إيه شو فكرك يعني بدهم يلحقونا؟ تكوني مفكرة إنه بده يفحصوا كل واحد فات وطالع على الحي. أكيد مانن بهالذكا. بيشتغلوا عبيد. يعني طبق الفوقاني بيعينوا. يلا عصفورين بحجر يا شباب. هيك بنكون خلصنا من الجقل كمان. تكرم خيي هاني. على راسي الشباب. ليك على فكرة ملاحظ إنه دقنا طلع أحلى من دقنك؟ إيه لاحظت. الله خلي لك هالقمر اشتري وردي. الله خلي لك هالعيون الحلوين اشتري وردي. إيه هلا عم بسمعك. بس 3000. والله هاني منه هين بيطلع منه. لا أنا شو بخيل. خلص خلص أنت هلا روقي، أكيد ما رح يلاقيكي بقى. انجي معقول؟ اكيد ما رح اخبر حدا وين. اكيد ما رح اخبر حدا وين مخبايه. حاضر اوكي. ولا حدا يعني ولا حدا. طيب اوكي باي. انه هلا معقوله انا اشتري ورده واهديها لحالي؟ لا ما تشتري، انا عم بهديك اياها. شي ميرسي. لبس يوسف؟ لبس؟ يوسف نايم. نايم؟
يوسف خلصني. يلا قوم يوسف. يوسف هي شو في؟ شو بك؟ ما بني شيء والله. سلامتك. شو ناسون انا موعد مع الجماعة الساعة 12؟ لا ماني ناسي. بعد الساعة 6 حتى الكوافير بعد ما فتح. لازم نروح على الشركة بالأول، لازم نكون محضرين كل الورق. يلا. ولك أنا شو عمله لالله؟ شو؟ بعتت لك رشا شوية تياب، بس بكرة منجيب الباقيين، ما بدنا حدا يشتلي، أوكي؟ وأنت شو بتعوزي قليلة؟ عن جد هاني؟ أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك. أوكي، يلا قومي غيري تيابك وخلينا ناكل. حسب ما عم بيقول لي دوري عامل ترويقة بتجنن. يلا. بعرف انك جوا. انجي اسمعيني بليز، بوعدك ما رح تندمي. انجي هاي رشا. غادي شو عم تعمل هون؟ لازم احكي مع انجي ضروري. مستحيل رشا بليز، لازم احكيها واثبت لها قد ايه بحبها. بس انجي سافرت. لوين سافرت؟ ما قالت لي. كل اللي بعرفه انه سافرت وما رح ترجع. Today I feel the same way as an empty shell. I feel as lonely as hell in my head, and I'm so tired of feeling this way. And when I look at you, it makes me realize I don't even know who I am. But maybe someday, maybe someday I will find me. So maybe someday, maybe someday. وردي استاذ. هذا أنت؟ وردي؟ لو كانت حبيبتي هون كنت أخذتهم كلهم منك. عن جد؟ تأمني حبيبتك؟ بنت بتشتغل جوا، أجمل بنت بالعالم. قصدك أنجي. بتعرفها؟ إيه أكيد بعرفها، بتعطيني مصاري لما أكون مطلع بخشيش. إيه ما فيك تاخذ بخشيش منها بقى، سافرت. سافرت؟ من قال سافرت؟ أنجي ما سافرت ولا شيء. هي بس مخبية من شي حدا. بتعرف وين خبايا؟ معلم غادي كان ناطر كل الليل بشارع بيتها، وهلا شافوا دور السياره ولحق واحد من سكان الحي.
ينقبروا يلحقون الحقون ينقبروا نقبروا الحقون تبخر من وجهه. طيب يلا على فكرة ما تخاف يا ده سامر. أهلاً. مش معقول شو هالعجقة اليوم. اسكت انت على القليل شفت وجه ربك. على فكرة شباب أنا بكرة دوري لأنه طق قلبي صراحة. حدا لحق؟ لك شو باقي انت وياه؟ لك فن خايفين؟ اسمعيني بترشيد اسمعيني مرة واحدة بس أنا ولا حدا يسمع. رح ننطرهم برا اصلا ما بيسترجي يعمل شيء. سامحيني انجي تاخرت كان بدي وقت لافهم بس لما انت فليتي اختصرتي لي الوقت. انجي انت قلبتي لي حياتي فوقاني تحتاني ما عاد همي شي غيرك للمصاري للشركه لدبي ولا حتى اني انتقم من بيي. منيح على القليل خليتك تتصالح مع حالك. قصتنا خلصت غادي. أنا ما في سامحك. طيب ما تسامحيني هلا. بس خليني أثبت لك إني بستحق فرصة. ما فيي لأني ببساطة بطلت حبك. هيك يعني الحب لإلك فأزة؟ انتهي بعد يومين؟ يمكن ما كان حب من الأصل. لا مش يمكن على الأكيد ما كان حب. بس بدي منك تعطي هولة تنط حنان قولي لي أنا بشكرها على دعوتها بس ما قدرت حقق اللي كنت عم بحلم فيه. غادي دقت شوي من اللي انا دقته؟ دقت كثير. يعني سمحتيني؟ انا سمحتك من اول ما فتت من الباب. برافو 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 كتير حلو الفيديو كليب. ما تخاف عليا مش رح اخدها منك بالقوة. أنا جاي نفذ الاتفاق جاي أبيعك حصتي. ميرسي ما بدي اشتري بقى. تشتري؟ أنا بدي منك مصاري؟ بدي أعطيك حصتي ببلاش بس على شرط تعتذر مني هالشرشوحة. لمعلوماتك أستاذ زكريا أنا بعت حصتي كريمال يلي عم بتسميها شرشوحة. بعتها؟ كيف بعتها؟ بأي حق بتبيعها؟ عن جد بعتها؟ بعتها بس مش كرمال مصاري بعتها كرمال يلي بإيدك. Thank you.
راضي بي. يلعن بيك على بيو. بحبك أنجي، رح أعمل كل شيء تخليك أسعد مرة بالعالم. I've had you so